الفهود الصيادة، حيوانات متخصصة في الصيد بسرعة. على الرغم من سرعتها المذهلة، فهي مخلوقات هشة خلقت للعدو خلف فريسة صغيرة. ليست لديهم القوة أو الوزن لإسقاط الحيوانات الكبيرة. هذا الذكر مختلف، فهو لا يصطاد وحده. لقد تعلم أن هناك قوة في أعداد المجموعة الكبيرة، لكن وجود صغارهم حولها هو خطر حقيقي وسوف يعطل عملية الصيد. الحمير الوحشية قوية جداً ويصعب على الفهود اصطياد مثل تلك الفريسة، لكن الأشبال جائعون، وإذا نجحت الفهود في إسقاط فريسة كبيرة فقد ينعمون بوليمة ضخمة تكفي القطيع بأكمله. حالما يقتربون من قطيع الحمار الوحشي، أحد الأشبال يأتي وجهاً لوجه مقابل هذا الحمار الوحشي الذي طارده لأسفل وقتله بركلة قوية. لا تزال الفهود تتطلع لملء بطونها. تندفع الفهود لمهاجمة القطيع، ومنذ البداية استهدفوا صغير حمار وحشي. للأسف بالنسبة لهم كانت الأم بجانبه وتدافع عنه بشراسة. ركلة مباشرة من حمار وحشي يمكنها بسهولة سحق جمجمتهم. كانت هناك أوقات شعرت فيها أيضاً بقوة الفهود، لكن المطاردة انتهت مع الفهود. لن تنجح في إمساك الفريسة الصغيرة والحصول على الوجبة التي أسكتت جوعهم. لقد فقدوا أحد الأشبال، لكنهم تمكنوا من الانتقام. يعد الفهد الصياد أو الشيتا أسرع حيوان على الأرض. يمكن لسرعته أن تصل إلى نحو 33 متراً في الثانية، لكنه في المقابل يشعر بالتعب بسهولة، ولا يمكنه الاستمرار في الجري في سرعته القصوى إلا لمدة قصيرة. ولهذا السبب يعد الفهد الصياد ذا مهارة عالية في اصطياد الفرائس، والتي تمتلك طرقاً عديدة للتخفي منه في السافانا، وتشمل هذه الفرائس الغزلان وغيرها من الحيوانات المشابهة لها. إذ إن الفهود الصيادة تمتلك أجساماً مرنة وخطوات واسعة، ويمكن للفهود الصيادة التسارع من سرعة 0 كيلومتر في الساعة إلى سرعة 72 كيلومتر في الساعة خلال مدة ثانيتين فقط. تصنف الفهود ضمن الحيوانات المفترسة، حيث تصطاد فرائسها عن طريق العض وتجلبها إلى أغصان الأشجار حتى لا يتمكن أي مفترس آخر من الاقتراب من فريستها. تفضل الفهود افتراس الحيوانات كبيرة الحجم مثل الغزلان والخنازير والخرفان، لكنها قد تصطاد فرائس صغيرة أحياناً كالقوارض والأرانب والأفاعي والقرود. تمتلك الفهود الصيادة أجساماً نحيلة، تنتشر على غطائها البني الضارب في الحمرة بقع سوداء، وأرجل طويلة ومخالب غير حادة، ورأساً كروياً صغيراً. تمكنها أجسامها النحيلة والطويلة والمرنة وأرجلها الطويلة والقوية من تمديد أجسامها عند الركض وعلى قطع مسافة كبيرة في أثنائه، حيث يمكنها قطع مسافة تقدر بنحو 6 أمتار لكل خطوة. وفي حديقة حيوان سان دييغو يمكن أن تصل الفهود البالغة في طولها إلى نحو 77 سنتيمترا حتى الكتفين، ومن 112 إلى 142 سنتيمترا من الرأس إلى آخر الجسم، ويبلغ طول ذيلها 66 إلى 84 سنتيمتراً، ويتراوح وزنها ما بين 34 إلى 64 كيلوغراماً.